Corrado. تسجيل الفالنتير موجوده في الموقع ممكن من هنا كل المتطوعين يسجلوا ويحددوا المجالات اللي ممكن يساعدوا فيها هل بيمتلكوا سياره ونوعها وعنوانهم والزمن المتاح بالنسبه لهم عشان يشاركوا معنا في الحمله دي البورتال مقسم لاقسام حتى انه كل قسم يكون مفصول عن الثاني زي مثلا القسم الخاص بالنوتيفيكيشن قسم مفصول فيه عمليات ادخال البيانات وفيه التقارير الخاصه بالنوتيفيكيشن اللي هي البلاغات في قسم خاص بالمتطوعين في ادخال بيانات المتطوعين وتقارير المتطوعين في قسم ثاني حيكون خاص بالدونيشن وفي قسم حيكون خاص بالاساينمنت في قسم للتحكم في كامل البوردر اللي هو قدامكم مقسم للقسمين في الاعلى في التقارير والاحصاءات تقارير الاجسام اللي ذكرتها قبل شويه وفي الاسفل في التحكم في كل البيانات اللي بيتم استخدامها في النظام ومديرية الأجسام مناطق التغطية أنواع التطوع أصناف المبلغين الأعوام كل التفاصيل دي يتم التحكم فيها من هنا كذلك في قسم جديد إن شاء الله الناس بتبدأ فيه من بكرة اللي هو خاص بالأسقف هو خاص بالأسقف ده نموذج لتقرير المتطوعين بنحدد المجال مثلا عايزين طبي بنختار طبي ومثلا معانا التقرير في مثلا التقارير الخاصة بالبلاغات النوتيفيكيشن فمثلا هنا بيظهر لنا مثلا دي تقرير بالبيانات المستخدمين مثلا هنا دي إضافة محليات بيانات المحليات أنواع التطوع إلى آخره زي ما ملاحظين بدينا وكان الهدف إنه نصل للنظام بيأدي الهدف منه بسرعة لذلك في جوانب كثيرة ما اهتمينا بها من ضمن الديزاين لكن يتم التطوير على مود انه يكون ستاندر فريم ورك ستاندر يتم استخدامه في كل الأغراض المشابهة لكن بنحاول يعني نبرمج الجزئية المطلوبة في بأقصى سرعة ممكن حتى يتم استخدامه بسرعة شكرا.